ما سلك طريقا ما سلك طريقا إذا شجب؟ قال بلى. قال فما صنعها؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك تقوى. فتقوى عباد الله ليست كلمة تقال، بل هي حساسية في الضمير وشفافية في الشعور وخشية مستمرة وحذر دائم. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريان وكان حسنا. وخير خصال المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عظيما. نفعني الله وإياكم على ربه، وأجرنا وإياكم في خير المسلمين. أقول لكم هذا وأستغفر الله لكم ولكم، فاستغفروا لكل ذنب تجدوه الله. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله العالمين، ونشهد أن سيدنا وعظيمنا محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، أدى الأمانة بلغ رسالة ونصح الأمة كشف الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء الغراء ليلها كنهارها لا يزول عنها إلا هذه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأحباب الكرام، نزل بساحتكم شهر كريم وموسم عظيم يحمل في طياه خيرات عظيمه وبركات كثيره، فيه مضاعفه للاجور والحسنات وتكفير عن السيئات واقاله لعثرات، مخصوص باسم المقاله، مخصوص باسم القسم الصفات وازكى الدرجات. باب الكرام، بلوغنا لهذا الشهر المبارك العظيم نعمه من الله، وإدراكه منة كبرى تستوجب الشكر وتقتضي اغتنام الفرص الكثيرة بما يكون سبب للفوز بدار القرار ودار الجنان والنجاة من النيران. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب فشفعني منه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم فشفعني فيه فيشفعان. فيا عباد الله، فليكن رمضان فرصة للنظر في الأحوال، فرصة لتغيير الأحوال والتفكير في الواقع لنصلح ما بيننا ونعالج ما بيننا، ويكون هذا الشهر المبارك العظيم نقطة انطلاقة لخير نحو مستقبل رفيع مشرف، ونقطة تحول إلى أحسن الأحوال وأقوى من الأقوال والأفعال أمة الإسلام في تقلب الأيام المعتبر وفي انصرام الأوقات المزدجر وفي تاريخ أعظم مذكر من يتذكر. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا إن من أفضل الأعمال وأزكاها الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وارزقهم اتباع كتابك كتاب مبين وسنة نبيك الرحيم. اللهم رد ضال هذه الأمة إليك ردا جميلا. اللهم اجنبهم فرناء السوء واهدهم سوء السلام. اللهم احب بهذه الأمة الشريفة، اللهم احب لهم الإيمان والزينة في قلوبهم. اللهم اكره لهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل العبادة في
البلاد. اللهم وسع ارزاقهم وبارك فيما اعطيتهم. اللهم اشف مرضانهم وارضهم واقضي حاجاتهم يا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولسائر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب الدعوات. امين عباد الله. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.